في صيدا مسيرة جديدة لإنصار الشيخ أحمد الأسير، ولمتابعة الأجواء في عاصمة الجنوب ينضم إلينا مراسل الام تي في هناك حسين خريس. حريس، كيف حسين، كيف تبدو الأجواء لديك الآن؟ يعني في طبيعة الحال البارحة فك ما سماه الشيخ أحمد الأسير الحصار حول مسجد بلال بن رباح هنا في منطقة عبرة في مدينة صيدا. فك هذا الحصار يعني تبعه اليوم صلاة الجمعة التي أقيمت في مسجد بلال بن رباح، حيث خطب الشيخ الأسير وأكد على الثوابت التي هي سلة المطالب التي يريدونها من الحكومة اللبنانية، وطالب هذه الحكومة بأن تبعث موفدا من قبلها لتأخذ هذه السلة، ورفض أن يكون هناك أي وسيط للعب هذا الدور، أي أنه طلب مباشرة من الحكومة أخذ سلة المطالب هذه. الشيخ الأسير غمز من قناة السياسيين في قوى 14 من آذار الذين قالوا بأن الذين يتهمون ظاهرة الشيخ الأسير بأنها ظاهرة تبعث إلى الفتنة، مؤكدا أن الذي يبعث الفتنة هو وجود مقاتلين من حزب الله داخل الأراضي السورية إلى جانب النظام السوري، وسوريا هي ذات أغلبية سنية. الشيخ الأسير اتهم حزب الله بأنه يمارس التشديد بالإجراءات الأمنية عبر الجيش اللبناني، واتهم أيضا مجلس الدفاع الأعلى بممارسة العنف على أنصار الأسير هنا في مدينة صيدا. كذلك الشيخ الأسير يعني طبعا هنأ الثوار السوريين في السنة الثانية لهذه الثورة، وعمد أنصار الأسير إلى إقامة اعتصام سلمي تزامنا مع هتافات مؤيدة للأسير أمام باحة مسجد بلال بن رباح. دامت هذه التظاهرة أو الاعتصام السلمي نحو فقط 5 دقائق ليعود المصلون إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وأمل الشيخ الأسير أن يفك ما سماه الحصار عن مسجد بلال بن رباح إلى الأبد، وليس أن تكون هذه الظاهرة مؤقتة فقط لغير. شكرا لك الزميل حسين خريس، حدثتنا من صيدا.